اليوم كنوقعوا اتفاقيه شراكه مع الجامعه الملكيه المغربيه ديال الرشاقه والهيب هوب، وذلك باش نتبادلوا الخبرات والتجارب وكذلك باش نتكاملوا، خاصه باش نساعدوا المواطنين اللي هم محتاجين لهذا النوع من الرياضات، واللي محتاجين انهم يشاسيو لو ستريس، وكذلك باش ندخلوا الفرحه على العائلات، خاصه في واحد الميدان اللي هو حنا عندنا هو الميدان ديال الاعاقه، اللي كان عندنا ليه واحد جوج تاع المراكز، اللي واحد كاين في الرباط وواحد في اكادير، وفيه الابناء ديال المنخرطين ديالنا اللي هما في حاله اعاقه. وبدينا بواحد التجربه مع السيده الرئيسه ديال الجامعه مشكوره اللي نجحنا فيها، وكانت من منذ افريل ماي، بانه نشوفوا هاد الدراري واش غادي يكون الوقع ديال هاد الهيب هوب وهاد الرشاقه على النفسيه ديالهم، وكذلك على الحركيه ديال الاعضاء ديالهم. وجدنا بانه بالفعل كاين هناك واحد التاثير ايجابي، لا على الاطفال لا على المدربين ولا كذلك على الاسر. اتفاقية الشراكة اللي سنيناها اليوم مع التعاضدية العامة هي كتشكل قيمة مضافة بالنسبة للجامعة، بحيث أننا احنا الجامعة ديال رياضة الأيروبيك، ورياضة الأيروبيك هي رياضة طبية بامتياز، لأنها خلقها طبيب جراح أمريكي ديال القلب، وهي رياضة تهوية القلب. فإذا إلى 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 زدنا المجال الطبي على المجال الرياضي، وأيضا المجال الرياضي ديالنا هو فيه وأيضا نفساني، لأن هي الرياضة الوحيدة في العالم اللي كتمارس بالموسيقى. فإلى درنا الايروبيك مع الصحة، فهذا غادي ينقص واحد العدد ديال الأمراض عند جميع شرائح المجتمع، خصوصا الشرائح الهشة، وخصوصا أننا كنشتغلوا مع احنا جامعة ديال جميع شرائح المجتمع. فهاد الاتفاقية كتشكل واحد القيمة مضافة اللي غتعود بالخير واستفادة كبيرة على جميع شرائح المجتمع المغربي. حنايا غادي نستافدوا لهاد الاطفال في وضعيه الاعاقه ديال المنخرطين ديالنا، باش انه تولي عندهم استقلاليه الاعضاء ديالهم، يشاركوا في المهرجانات الوطنيه والدوليه، ياخذوا دي ديبلوم، يوليو منهم مدربين ان شاء الله في المستقبل، وكذلك هما غادي يستافدوا من القوافل الطبيه اللي كنديروها حنايا بالنسبه للناس ديالهم اللي هما في وضعيه هشاشه، ولا بالنسبه للناس ديالهم اللي كيتعاملوا معهم، ولا بالنسبه للناس اللي كيساهموا معهم في المهرجانات ديالهم الوطنيه واين ما كان في المغرب. وكذلك فين ما كانت عندنا شي برنامج طبي في المغرب، ليك ختي الا عندهم ناس اللي هما دياولهم في هذه المناطق هذو، فغادي يمكن لهم يستافدوا معنا بطريقه سهله وسلسه، باش التعاضد ديال العامه بجانب انها كتضمن مع المنخرطين ديالها، فبانها كتضامن مع المواطن المغربي، وهذا كيدخل في المواطنه ديال المؤسسه.